أبو محمد من قبل يبدأ الشتاء بشهور وشهور وهو يستعد له. لكن يا أبو محمد تعال نبيك في كلمة راس، الشتاء موسم من المهم نستعد له بوعي يضمن لنا شتاء صحي بدون أمراض. فالله الله يا أبو محمد بالأكل الصحي والعادات الغذائية السليمة. وبما أن دائما الناس في الشتاء يهملون شرب الماء، مهم جدا الاكثار من شرب الماء خصوصا لكبار السن. وترى مثل ما في الحركة بركة فيها دفء ونشاط، فالله الله بالرياضة والنشاط البدني تقوي مناعتك وتحميك من الأمراض، وزود على هذا تدفيك. فخلي عنك الكسل يا أبو محمد، ودامك جهزت جلسات الشتاء وشريت الحطب والفحم، مهم نحذرك من إشعال الحطب والفحم خاصة في الأماكن المغلقة، وانتبه ياخذك النوم وانت جنب الحطب. والسبب أنه ينتج غاز أول أكسيد الكربون اللي يؤدي في حال استنشاق للاختناق لا سمح الله. وضرور نزيد الاهتمام بغسل اليدين وتهوية الغرف والأماكن المغلقة عشان نحد من انتشار العدوى في موسم الشتاء. أخذ ثقيلة طال عمرك، وزارة الصحة وفرت المراكز الصحية في كل حي، فيها دكاترة متخصصين في طب الأسرة وظيفتهم يفيدونك. وزادا على ذا وفرت في كل مركز لقاح الإنفلونزا اللي دائما أكد على أهمية أخذه خاصة للكبار في السن والمصابين بالأمراض المزمنة. صحتكم دفى شتاكم.